إلى قانون السير، حيث دخل هذا القانون الجديد لسنة 2023 حيز التنفيذ في منتصف ليلة الثلاثاء، وذلك بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية. هذا وشدد هذا القانون مشاهدينا على مخالفات إزهاق الأرواح التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ من عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل قطع الإشارة الضوئية الحمراء ومعاكسة السير. يهدف هذا القانون، قانون السير الجديد، إلى حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات أو السلوكيات المرورية المستهترة، وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح وفي الممتلكات. حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف، انضم إلينا الآن هنا في الاستوديو الأستاذ وفائي مسيس، رئيس الجمعية الأردنية للحد من حوادث الطرق. أستاذ وفائي، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة، حياك الله. الله يمسيك بالخير، وشكرا لك أخي طارق على استضافتي، ومساء الخير للمشاهدين أيضا. أستاذ وفائي، كنت معنا أنت قبل عدة أسابيع عندما كان النقاش محتدم في مجلس النواب حول هذا القانون، وأراء المواطنين أن ما جاء فيه من غرامات وعقوبات هي مغلظة لا تتناسب مع الوضع المادي في المملكة حاليا، هذا من حيث الغرامات المالية والمخالفات. اليوم بعد تنفيذ هذا القرار وأصبح نافذا بعد أن سار بكل مساراته الدستورية من يوم الثلاثاء الماضي، أشعر ويلتمس الجميع نوع من القلق لدى المواطن الأردني من تنفيذ هذا القانون بما يقولون أنه عقوبات مغلظة وجباية من قبل الحكومة. هل القلق هذا مبرر أم لا؟ شكرا أخي طارق على هالسؤال. يعني أنا لما أسمع كلمة جباية بالفعل بحس أنه في شيء غلط. هذا القانون إجا بوقته، لأنه بالفعل الوضع الحوادث ازدادت، المخالفات ازدادت، ونكون صريحين مع بعض، الاستهتار واللامبالاة بالتقيد والالتزام بقواعد أولويات النور بلشت تخف كثير، ومش عم نشاهدها بأوجه عينينا أنه المواطن والسائق لا يلتزم بقواعد وأولويات النور. فإجت الحكومة قررت أنه بالفعل، خلني أحكي لك ليش أصلاً عدلوا القانون. إحنا القانون السابق كان 2008، عم تحكي 15 سنة ما بين 2008 و2023، ارتفاع والزياد بأعداد المركبات هائل، عنا 2,100,000 مركبة، 3 مليون سائق. أيضا صار في نمط جديد واللي هو نمط البي آر تي، الباص السريع التردد، اللي هو لازم تحط له تشريع. أيضا الأردن لابد أن يتبع عقد عمل الأمم المتحدة، إحنا دولة تابعة للأمم المتحدة، لابد أن يتبع عقد عمل الأمم المتحدة والذي يقرر أنه يجب تخفيض نسبة الوفيات والإصابات البليغة 50% من عام 2021 ل 2030، هذا لابد أنه نتبعه. أيضا أنماط المركبات، صار في عندنا أنماط مركبات جديدة اللي هي سكوترات، حتى المركبات الكهربائية السريعة، فاضطرت الحكومة أنه تأخذ القرار، وكنا بالجمعية الأردنية للقائم المحافظة نطالب من سنين أنه لابد من تعديل القانون، وتم الحمد لله يوم الثلاثاء القادم تنفيذ الماضي. نعم. وتطبيق القانون. أنا تفضل أستاذ وفاء، جميل هذا الحكي، ولكن أيضا من سياق كلامك أنه لمست خلال السنوات الأخيرة أنه أصبح الاستهتار يزداد من قبل المواطن، رغم أنه قطع الإشارة الحمراء كانت 100 دينار، نعم الآن 500، لا يعني كان الآن 200، ماشي الآن 200 بس، لكن الحديث أنه كان في مخالفات وكان في عقوبات، ليش كان الاستهتار ازداد خلال الفترة الماضية؟ أسباب هذا الاستهتار الذي ازداد وتراكم خلال الفترات الماضية وأدى لزيادة عدد الوفيات، ثم جاء بعد ذلك كما تقول صوفائي هذا القانون الذي يغلظ هذه العقوبة. هذا اللي شفنا المواطن والسائق بلشوا يخالفوا، لأنه ما كانت الرقابة كثيرة. أولا الإشارات الضوئية، الكاميرات الإشارات لا تزيد عن 12 ل 14، بعمان خلينا نحكي 12 ل 14 كاميرا، فحست إدارة السير والمعنيين بأنه الوضع صار استياء. 90,000 مخالفة على إشارات الضوئية، تخيل لو هدول 90,000 صار ساووا حوادث، يعني بتأدي ل 90,000 حادث. فبلشوا يفكروا بموضوع الرقابة الآلية. هلأ المواطن مع رقيب السير
كان في الثقة كانت شوي مهتزة. كان السائق يخاف من مراقب السير. مراقب السير يا عزيزي أخي طارق هو للحماية وللخدمة، فهذه لازم نرجعها، إنه مراقب السير على الطريق لخدمتك ولحمايتك، ما تخالف ولا بيقرب عليك رقيب السير. فإحنا اللي بنطلبه يا جماعة، القانون قال لك إنه إذا بتقطع إشارة ضوئية حمراء أنت شارع شروع بالقتل، فبدك ترتفع ل 200 دينار ل 300 دينار، 100 دينار لم تؤدي الواجب. إذا كررت أصبحت 500، إذا كررت بتصير 400 دينار ل 600 دينار. وأيضا موضوع استخدام الهاتف النقال، العادة هاي أهلكتنا. أكثرية الحوادث اللي بنشوفها على الطرق من جراء استخدام الهاتف النقال باليد أو إرسال رسائل نصية أو تصوير. فلما شفنا الوضع هيك وشافت الحكومة إنه الأمور هيك، قالت لابد من تغليظ العقوبات. وأنا بنظري من شوفتي من خلال 4 أيام يعني سواقتي بالطريق، الالتزام بحزام الأمان بلش يزيد. يعني أنا بقول إحنا كانت النسبة التزام حزام الأمان 25% للسائق والراكب 9%. أنا اللي عم بشوفه بال4 أيام الماضيات إنه زادت لا يقل عن 20%. عم بشوف كثير حتى ناس توقف على الإشارات، صار نوقف على البرتقالي يعني زمان الكل كان. فإحنا يا جماعة إحنا طيب. هدفنا الحماية وتخفيض نسبة الوفيات والمخالفات التي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة، لأنه هذا هدر أرواح، انسى الإعاقات، وبعدين هدر أموال 200 و300 مليون دينار سنوي. السؤال هذا سؤال عام، فضل. موضوع أنه ارتأت إدارة السير وحتى أنتم كجهة تطوعية استشارية، دعني أقول في هذا السياق، أن الهدف يجب أن يكون هناك تغليظ للعقوبات حتى يكون هناك ردع من قبل، حتى يكون هناك ردع للمواطن من ارتكاب هذه المخالفات. ألم تكون هناك وسيلة أخرى؟ هل نحن بحاجة إلى التوعية؟ لأنه بالأخير مين بتوفى بحوادث السير؟ المواطن. مين بتكلف لو صار حادث سير؟ تكاليف مادية، المواطن. إذا هل كنا بحاجة لتغليظ عقوبات مادية حتى يرتدع المواطن عن ارتكاب هذه المخالفات أم ماذا؟ سيدي إحنا لازم نطلع على منظومة السلامة المرورية ككل، ليس فقط على التشريعات وإنفاذ القانون وتغليظ العقوبات. في عندك الهندسة، لابد أنه نأمن للمواطن وللسائق طريق مصمم جيدا عليه كل ما يتعلق بمواد السلام المرورية، من إشارات ضوئية لإنارة لعلامات طرق لممرات مشاة. هذا لازم المعنيين بالعملية المرورية من أمانة عمان وزارة الأشغال والبلديات لازم يعملوا الأمور هاي. بيجي التوعية. التوعية هي ثاني عنصر من عناصر السلام المرورية. التوعية المستدامة عزيزي، إنه مش فقط عندما يحدث حادث فزعة نقوم ونبلش نحكي إنه والله لازم نساوي ونساوي. التوعية المستدامة، وأنا بشكرك لما أنت تجيبني عند هاي توعية للمواطنين. الإعلام له أثر كبير، واجبنا. بيجي بعدين زي ما قلنا التشريعات، وبيجي أيضا في إشي مهم اللي هو الطوارئ والإسعاف. الإسعاف والطوارئ ما بعد الحادث له أثر كبير، وهو العنصر الرابع بموضوع السلام المروري. والعنصر اللي أهم واللي أنا كثير مبسوط عليه اللي هو عنصر الإرادة السياسية اللي بسموها البوليتيكال ويل. إحنا اللي شفته إنه حكومتنا أعطت السلام المرورية أولوية. لما تعطي الحكومة أولوية هون ببلش نشوف بالتشريعات وبالتوعية، مش مقصرين الأمن العام قائمين، لكن بالإرادة السياسية شفتها واضحة إنه بلشوا. وموضوع المجلس الأعلى للسلام المرورية، الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، من سنين طويلة منقول لابد من تنظيم عملية السلام المرورية ضمن مجلس أو هيئة مختصة من المعنيين. جميل. أنت أيضا حكيت أستاذ وفاء منه أنا أرى الحكومة لديها الإرادة نحو الالتزام بالسلامة المرورية. لو حكيت هذا الحكي أمام بعض المواطنين شو حيجاوبوه؟ حيقولوا لك حكومة نقصها مصاري، بدها تاخذ مصاري من قانون السير. هذه فكره انا ما ماشي. احنا البعض يتحدث بهذا السياق، ومش شرط كلام يكون دقيق، ولكن متى بدنا نصل لمرحله نوضح انه الالتزام؟ كنا نسمع كلمه القياده فن اخلاق وذوق، متى سوف تصبح هذه يعني اقول قانون موجود لدينا نسير عليه حتى نحمي ارواحنا وارواح الجميع؟ وانا قلت اكثر من مره اكبر مسؤوليه لدى اي شخص عند الخروج من منزله هو ايش؟ موضوع
السيارة، صح، موضوع أن يكون سائق سيارة، لأنه في لحظة واحدة سوف يتوفى هو وعائلته، ممكن لو انحرق المنزل لا سمح الله في ممكن ينجو، لكن بالسيارة تصبح الفرص ضئيلة. بالتالي متى رح نصل هاي المرحلة؟ أنا بنظري بلشنا، وهي بداية جيدة، وهي البداية لا نصل لمستوى جيد بالسلام المروري من زي الدول المتقدمة، لكن المطلوب انه زي ما قلت لك يكون في رقابه الاليه ذكيه نخفف على مراقب السير والامن العام، لانه لما تكون في رقابه اليه خلص انت مخالف مش حاط حزام الامان، بتصورك الكاميرا بتجيك المخالفه على تليفونك، عم تحكي على الهاتف النقال بتجيك على تليفونك، لكن كلها منظومه متكامله. اذا اطلعنا عليها كمنظومه بنقدر نشوف ونحدد. ولازم انا اللي بقوله هلا انه من بدايه تنفيذ القانون نبلش نحسب نشوف شو أثرت هاي، صحيح، يعني بحاجة لوقت، نحن بحاجة عدة أشهر على الأقل يكون عندنا معلومات وداتا إنه نعرف إنه بالفعل أثرت. كيف بيقولوا إنه بدها تزيد المخالفات وبدنا نجيب مصاري أو الحكومة ده. طب ما هو إذا خفت المخالفات هذا بتخف دخل على الحكومة ولا لا؟ التزم يعني وامنع الجباية، التزم وامنع بالضبط. إذا التزمت ما بتتخالف، ما بيجي دخل للحكومة، فما المواطن ما يفكر بموضوع الجباية، لأنه هاي حماية وليس جباية بالفعل. ممتاز. طيب وبحب أقول لك أنه لابد أنه يعرف المواطن بكلمة، وهي هاي شعار الجمعية بقولها دائما، حق الحياة الآمنة، كل شخص له حق حياة آمنة على الطريق الآمنة. فإذا بتطلع عليها يعني الصبح بكير لما يطلع على الطريق بسيارته يحط حزام الأمان، يزيح تليفونه الخلوي عنه، يبعده، عرفت؟ إلى ابنه معه يحطه، إذا أقل من 10 سنين يحطه جنبه، يحط له حزام الأمان، ما بتأخذ 10 ثواني لكل العملية. الموضوع يكون صعب في البداية لكن الناس تتعود، ترى مع مرور بلشت تتعود، بدها عادة، صح، بدها حتى في موضوع حزام الأمان، يعني البعض أول مرة بيكون مربك، بيكون مزعج، لكن لاحقا يصبح عادي معتاد. صحيح، هذا هو المطلوب. طيب أستاذ وفاء، أيضا موضوع في بعض المواد في هذا المشروع أيضا لم تكن، أو هذا القانون أصبح نافذا الآن، ليست واضحة بشكل دعني أقول مفصل. سمعنا خلال الأيام الماضية موضوع من يقطع الشارع بغير المكان المخطط والمخصص للقطع، تصبح المسؤولية على الشخص الذي دهس وليس سائق السيارة. بدي أشوف منك تعليق على هذه المواد الموجودة، ولحد الآن لم يتم البت بها، وتعود أو تعود لاحقا إلى القاضي للبت بها. سيدي لابد، إحنا في ممرات مشاعة على الطرق بحاجة لإعادة نظر وزيادة وتكثيف من ممرات المشاة اللي هي تدهن بالطرق، بالدهانات الطرق، ويوضع عليها شواخص إرشادية وشواخص تحذيرية للسواقين. في طرق أخرى أيضا على الإشارات الضوئية، في ضوء أخضر وضوء أحمر للمشاة، إذا الضوء الأخضر بيقطع المشاة. عم بيصير في عدم تفاهم أخي طارق ما بين السائق والماشي. يعني انت بتكون ماشي على الطريق بتلاقي شخص قطع، وبجوز يكون بعيد عنه ممر المشاة لا يزيد عن 10 متر، لانه مش منتبه انه في ممر مشاة. حدد القانون انه اذا شخص في ممر مشاة وبيقطع بعيد عنه، اذا عليه يدفع 15 دينار. هاي كانت بالسبعينيات الماضي، كانت على الإشارة الضوئية، اذا بتقطع الإشارة الضوئية على الضوء الاحمر للمشاة تدفع 10 قروش بالزمانات، وكانوا يدفعوهم اياها مباشرة. اما هلا موضوع انه المتضرر السائق لا يحق له، ما بيصير عليه حكم جزائي اذا المتضرر هو سبب الوفاه، يعني هاي بدها تعطي صعبه التطبيق، لكن بدها تعطي الماشي تفكير بجوز 4 مرات قبل ما يقطع الطريق. عرفت؟ انه يا اخي فكر، انت ما في ممر مشاة وبدك تقطع الطريق وما في جسر مشاة، ففكر اكثر من مره، 1 2 3 بقطع الطريق. بعدين انت عم بتشوف ومنلاحظها الماشي بيقطع الطريق بأريحية، ما بيصير اذا عندك طريق بدك تقطعها وما في بأريحية، باستهتار دعني اقول في بعض المواقف، خد بسرعة وما تحكي على التلفون وانت ماشي. اعطي مجال للسائق يكون لانه انت هنا مخالف وبتدفع 15 دينار اذا قطعت جيد بهذا الممر. طيب سوف ايضا موضوع عدم الاعتراض على المخالفات، كيف تعلق عليه؟ لانه قد يكون جزء من منظومه دعني اقول الردع اللي المفروض تكون متواجده بناء على هذا القانون الجديد. انه مش انا بروح بخالف،
بدل ما ادفع 200 دينار بعترض عند القاضي بتصير 200 دينار بتصير 40 دينار اليوم. لا ما في اعتراض حسب اخر معلومات وارده من اداره السير. لا بتقدر تعترض على المخالفه، تعترض على اصل المخالفه وليس على قيمه المخالفه. وانا لحد الان كنا نعترض على قيمه المخالفه. معها 100%. ال 100 دينار بدك تدفعها 100 دينار، واذا 200 دينار بدك تدفعها 200 دينار، لانه بالماضي كانت بالفعل يعترض الشخص ويروح مره ومرتين. انا مع. طيب ليش ارتفعت اذا؟ اذا بنرجع نشتغل بموضوع انه تخفيضها او الاعتراض عليها، لكن اذا في مخالفه خطا بيقدر الشخص يروح على القاضي او على اداره السير يقول لهم يا اخي انا هاي مش سيارتي اللي مخالفه، فبدي اعترض عليها. بتصير تحدث انه مرات تشابه ارقام. احنا بنكون زي هيك نوضح للمشاهدين انه هو الاعتراض على المخالفه وليس على القيمه او عدمها، وليس على قيمتها، لانه المعتاد اليوم 100 دينار تتخفض ل 20 بدك تدفع او ل 50 دينار الدنيا يعني اقلها لازم تدفعها. وانا مع هذا وبايده 100%، لانه لازم المخالف يخالف ما فيها. طيب واذا عادها تتكرر ستضاعف، فخلي خلينا نتطور زي الدول المتقدمة. احنا اقل دولة مع هالزيادة بالتغليظ العقوبات، لا نزال من الدول اللي العقوبات على المخالفات قليلة. وانت اشرت استاذ وفاء سبقتني فيها صراحة، كان هذا سؤال انه اليوم المسؤولية، ما دام حكيت ان في مسؤولية اليوم على المواطن بالالتزام بهذه القوانين، ايضا نعيد نكررها في مسؤولية على الحكومة ب تهيئة البنية التحتية بالزبط. لتطبيق هذا القانون من الشوارع، من الشواخص، من أنت كما تحدثت على جسر العبور لغير ذلك، حتى لا يكون هناك مسؤولية على السائق بالزبط. هذه هل تعتقد الحكومة تسير فيها بخطوات ثابتة؟ نعم. أيضا نعم. بما فيها حتى الطرق الخارجية، وهذا موضوع مهم. أنا اللي شايفه من وجود المجلس الأعلى للسلام اللي هو سينظم كل المعنيين، راح يقعدوا مع بعض، يعني تعال يا أخي الطريق الفلاني عليه مشكلة، عليه حوادث، عليه حركة سكانية، بحاجة لجسر، تأخذ القرار الفلاني بنعمل جسر. فهاي تنظيم العملية السلام المروري مع بعض مع المجلس الأعلى بنظري سيكون له أثر كبير بالحد من حوادث الطرق وتنظيم عملية المسؤولية بالسلام المروري. أنا مع هذا النظام وكنت أطالب فيه من 6 سنوات، وكل اجتماع لي بقول لهم واجب علينا عمل، لأنه 149 دولة بالعالم عندها مجلس أعلى، ليس إحنا الأوائل، فلازم نتبع الدول المتقدمة بالسلام المروري. طيب. أنت وصلت لموضوع الدول المتقدمة، لو قارنا قانون السير المعدل الجديد بقوانين السير للدول الأخرى، دول أوروبية، دول غربية، دول أيضا متحضرة، كيف ممكن نقارنه؟ إحنا بوضع معتدل ليس صارم جدا، لأنه في دول يعني الدول القريبة إلنا القانون تبعها 100% ضعف يعني الصرامة وقوته أقوى منها، لكن إذا نطلع على الدول المتقدمة زي السويد والنرويج هدول لا، لأنه بلشوا ما بتعاملوا مع مخالفات، ما في عندهم حوادث كثيرة، ما في عندهم قتلة، فقانونهم أقل عقوبة، لكن في دول قريبة منا ومن الجوار العقوبات والتغليظ العقوبات أكثر بكثير من العقوبات الحالية اللي احنا نتعامل معها. أكبر يعني في أكبر حتى دول غربية؟ نعم صحيح كثير، 200 دولار بأمريكا إذا ما حش حاطط حزام الأمان وبوخدك على الـ على الـ يعني احنا لا نزال يعني لو حكيت لاي مواطن بيقول، ايضا معظم المواطنين بجاوبوك جواب واضح بيقول لك الدخل مقابل في مصاري وفي دخل، ما تقارنيش بدول اوروبيه، ما تربط الدخل بالمخالفات. اللي معاه مصاري ودخله عالي خالف بده يتخالف، واللي دخله عادي اذا خالف بده يتخالف، ما فيها، القانون فوق الكل. يعني فأنا بنظري القانون جيد، وأنا سأرى بالقريب العاجل وخلال 3 أشهر 6 أشهر لازم نعمل شوية إحصائيات صحيح. ونعرف إن شاء الله شو معك بإذن الله أستاذ وفاء. أنا جاهز حتى نطلع على المخرجات بإذن الله، حتى تكون المخرجات دقيقة وواضحة وصريحة، نقيم فعلا هل هناك التزام، هل هناك بإذن الله تراجع على عدد الوفيات وحتى الإصابات بأمر الله سبحانه وتعالى، لكي تكون هنالك نلمس ثمرة لهذا القانون فعلا مرة لحياة المواطن. في تخفيض بنسبة الوفيات من عام الماضي لهلا، يعني نازلة 4%، فإحنا الحمد لله بوضع جيد، بس هذا مش المرجو، هذا من الإرشادات التوعوية العادية، المرجو أكثر وأكثر. نشكرك جزيل الشكر أستاذ وفاء منسيس رئيس الجمعية الأردنية للحد من حوادث الطرق، شكرا جزيلا لك، شكرا لك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا.